احنا الاجتماع اليوم متاعنا معناها هو في اطار لجنه اسمها لجنه التعاون الدولي. شفنا اخترنا كموضوع للاجتماع هذا كيفاش نجموا نعطوا اون ايماج للسياحه نتاعنا، اون اوتر ايماج للسياحه، صوره اخرى معناها للسياحه نتاعنا، وقت اللي في الخضم هذا اللي معناها كل الاخبار اللي نشوفوها في ربما في التلفزات وفي لي ميديا الاجنبيه معناها صوره وكانها قاتمه شويه. قلنا احنا كجماعه عموميه محليه علاش ما نعملوش ما نتحركوش، على خاطر اذا كان احنا ما نتحركوش وما نعبروش على صورتنا وما ناخذوش مصيرنا بيدنا احنا، شكون باش يتكلم علينا؟ لازم احنا نوروا الصوره الحقيقيه نتاع الامن اللي في جربه، نتاع ربما بالمشاكل اللي موجوده، معناها المشاكل اللي موجوده اللي هي سيرتو اللي نعرفها تعرفها الناس الكل، هي مشاكل نتاع النظافه. الله غالب اون دو فار افيك، ما يلزمناش نوقفوا السيزون نتاع السياحه نتاعنا معناها على الابواب. وكانت ثم بوادر نتاع معناها اريفي ديزاريفي معناها اون نومبر، ديما نحكوا اون نومبر معناها في العدد كانت مش خايبه، لكن المشاكل اللي قاعده تصير في البلاد معناها دو دون طون هي اللي ان شاء الله تعمل ديزانيولاسيون. لكن احنا يلزمنا نكونوا، خاطر هذه الاقتصاد نتاعنا، هي جربه هي القاطره نتاع السياحه في تونس الكل، وهذا مورد رزق نتاع اهلنا ونتاع كذا ونتاع واحد. ما يلزمناش احنا نقفوا نتفرجوا. قلنا احنا كلجنه التعاون الدولي اللي هذه اللي في النيابه الخصوصيه، خلينا ناخذوا التام هذا، نستدعوا سورتو لي ريزيدون اللي موجودين في جربه، اللي هم معنا حسب التقديرات اكثر من 1000 ريزيدون، واللي هم لازم يكونوا احسن سفير لجربه في بلدانهم في اوروبا بصفه عامه الكل. هذوما نجموا نعملوا معاهم اون اكسيون، نجموا نعملوا معاهم معناها ربما معناها تحرك، يعني أي تحرك السياحة في يعطيك الصحة، دعم السياحة وتحسين صورة السياحة، وتشوفوا العباد راهو مش اللي يسمعوه من أخبار البرة، راهو الكل صحيح. الداخلين برشا، هي أول اجتماع، وإحنا إن شاء الله معناها تفهمنا باش يكون دوري الاجتماع هذا ومتكرر، وعجبتهم ياسر الحكاية، والممثلين على مثلا على وكالة الأصفر، الممثل على السياحة، عجبتهم الفكره اللي باش نلموا الناس كل اللي باش نحكيوا على السياحه، على خاطر معناها المواضيع اللي قاعده تتحكى على السياحه ماهوش موضوع معناها كيما نقولوا احنا اليمونتير، الناس كل تحكي عليه وحدها، العباد تحكي في القهوه، ما فماش فريمون اكسيون اللي تلم الناس الكل، اللي توحد الناس الكل، اللي تعطي معناها نظره اخرى للاجانب والكذا، واللي يشوفوا فينا من برا شنو اللي قاعد يصير بالضبط. بون ديما المشاكل اللي طرحوها هي اساسا معناها النظافه، لهذه المشكله الكبيره اللي غلب ما عندنا ما نعملوا معناها، المشكله موجوده مي ما يلزمناش نوقفوا عندها. ان شاء الله بشويه بشويه نحاولوا في البلديه من ناحيتنا معناها نحاولوا اللي نتصدوا للمشكله هذه باللي نجموا، اما راهو يلزم نكونوا واقعيين، ويلزمنا مش المشكله هذه هي اللي تخلينا نوقف وما نخموش في حاجات اخرى ولا هذاك هو. دونك مع هذا يلزمنا ديما، فما شكون يقترح معناها ربما يجيب صحفيين معناها فهمت، والا فما شكون اقترح باش يعملوا مهرجان نستدعوا فيه معناها كل المقيمين في جربه مثلا، ويكون الاجتماع هذا مصور من تلفزات وطنيه واجنبيه، واحد باش يعطي فكره شنو هو الواقع نتاع تونس. لكن ديما متحذرين ديما نرجعوا من غير ما نشعر بالسيركل واحد اللي هو نتاع مشكله النظافه. قلت 1000 مقيم وهم اليوم جو، كان ممكن بعض العشرات. صحيح، هو احنا عندنا هي اول اجتماع كما قلت لك، احنا اليوم اول اجتماع عملناه هنا في البلديه، يمكن ما كانتش منظمه بالكدا، ما قلنا خلينا نبداو احنا. احنا ثلاثه من الناس، انا ثلاثه من الناس معناها مع سي جمال بن حداده رئيس اللجنه، ومع سي محسن بن عايد وكذا، قلنا خلينا نبداو كاون بروميير انيسياتيف،
وتوجي الافكار مع الاجتماع مع العباد هذوما، وان شاء الله نحاولوا باش تكون دوريه كما تفهمنا. فما اجتماعات دوريه ان شاء الله ان شاء الله باش نحاولوا تكون دوريه وتكون اكثر جدوى وعندها برنامج واضح من الاول، ونحاولوا معناها نشاركوا اكثر اطراف واكثر مقيمين واكثر كذا، وان شاء الله تكون انجع في المستقبل القادم. الاجتماع هذا الاول ما كانش مؤخر شويه، خاطر خاصه احنا صايم عن تقريبا باش ندخلوا في الموسم السياحي. احنا تعرف حسب التقديرات اذا كان كلامي صحيح قالوا معناها في شهر مارس كان بريفيو يمكن يكون حتى اكثر من 2010، اما الحادثه نتاع الاغتيال الدرنيير مون اللي صارت هي اللي عملت برشا انيولاسيون. عاد احنا ما عندناش برشا، ما قلنا احنا ما لازمش نكتفوا دينا، على الاقل نونتيسيب ان شاء الله ربما نحاولوش نعطوا شويه اضافه للموسم السياحي اللي باش يجي معناها بيانتو. احنا تو في مارس هذا يستعد ربيع، الموسم سيرتو نعملوا الاكثر على بعد الربيع شويه معناها في الصيف بدايه الصيف وكذا وما يليه، وان شاء الله تكون نواه اولى باش نجموا نعملوا ما خير.